السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عرفنا مع بعض في الفيديو اللي فات أنواع مرض السكر، هنتكلم النهاردة في فيديو سريع ونعرف مع بعض إيه هي مستويات السكر الطبيعية في الدم وإزاي نقدر نعرفها للشخص السليم والمريض السكر، وكمان إمتى تقدر تعرف إنك أنت في مرحلة ما قبل السكري. ولو أنت مريض سكر تابع الفيديو للنهاية، لأن في نصيحة مهمة جدا هنقولها في نهاية الفيديو تقدر تحميك من مضاعفات مرض السكر. تابعني بعد الفاصل. أنا محمود جمال وأنت بتشوف برنامج وقاية. أهلا بكم مرة تانية، وقبل ما نبدأ ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعار بفيديوهات التوعية اللي بنعملها أول بأول بإذن الله. وأنواع التحاليل اللي نقدر عن طريقها نعرف مستويات السكر في الدم 3 أنواع. أول نوع وهو تحليل السكر الصايم، واللي المفروض بنعمله بعد صيام 8 ساعات بنمتنع فيهم عن الاكل والشرب، مش مسموح فيهم غير بشرب المية بس، والمفروض ان الشخص الطبيعي بتبقى نتيجته ما بين 70% للمية. لو النتيجة وصلت من 100% لـ125 دي تعتبر مرحلة ما قبل السكري، اما لو النتيجة اعلى من 125 فده يعتبر مريض سكر وبيحتاج تقييم عن طريق طبيب متخصص. تاني نوع من انواع التحاليل وهو تحليل السكر الفاطر، واللي بيتعمل بعد الاكل بساعتين، والطبيعي للشخص السليم ان تحليل السكر الفاطر بالنسبة له يكون تحت 140، اما لو طلعت النتيجة ما بين 140 للـ200 فده يعتبر في مرحلة ما قبل السكري. لو النتيجة فوق 200 ده يعتبر مريض بالسكر وبيحتاج تقييم عن طريق طبيب متخصص. النوع الثالث هو تحليل السكر التراكمي، واللي بنقدر نعرف بيه متوسط السكر في الدم في اخر 3 شهور كان كام، وده بيتعمل عن طريق معمل تحاليل، والطبيعي للشخص السليم ان نتيجته تكون تحت 5.7. لو نتيجة السكر التراكمي ما بين 5.7 للـ6.3 ده بنعتبره في مرحلة ما قبل السكري، اما لو النتيجة طلعت اكتر من 6.3 فده يعتبر مريض سكر وبيحتاج تقييم عن طريق طبيب متخصص. النصيحة اللي اقدمها لك النهاردة، لو انت مريض سكر دايما حافظ على مستوى السكر التراكمي عندك اقل من 7، لان ده هيمنع عنك مضاعفات السكر الخطيرة وهيخليك دايما مسيطر على المرض بكل سهولة. تابعني في الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن اشهر اعراض الاصابة بمرض السكر. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.